الطبعة الثامنة أبريل 2019. كنتم تبحث عن طفل، ما زال ذلك ممكنا. ليس لديك أنابيب أو رحم. كنت تعاني من سرطان عنق الرحم، الورم الليفي، كيس المبيد، إجهاض، انقطاع حيض المبكر، الحمل بعد المدة، أو كنت تعاني من سرطان البروستات أو من فقد أو قلة النطاق. أعلنت أنك معقمة. اذهبوا إلى الخيمة هاوس أوف جلوري التي تقع على الطريق فنجرفيل كاريفور في كيسيم شارع بدون أسفلت على اليمين أبيجان كوت ديفوار. التاريخ من الخميس 4 إلى الأحد 7 أبريل 2019. المتحدث الرسول جاكوب تيتي. موقع إلكتروني www.jacobtete.com. ملاحظة: سجل الآن مع تقارير طبي أقل من 3 أشهر، إنه إلزامي ومجاني. اتصال